معالي الوزير تكلم بلغة الأرقام، ذكر بأن هناك مكافأة 3000 دينار للمتقاعد، ذكر بأن هناك زيادة سنوية 20 دينار. ماذا يمثل ذلك كمسؤول في مؤسسة التأمينات الاجتماعية؟ هذه نقلة كبيرة الحقيقة من الوضع الحالي إلى الوضع المقترح. الوضع الحالي 30 دينار كل 3 سنوات بمعدل 10 دنانير بالسنة، لكن الحقيقة يعني جعل المتقاعد ينتظر ل3 سنوات إلى أن يحصل على زيادة، هذه بحد ذاتها يعني بعد الدراسة شفنا أن العملية قد تكون متعبة أو طويلة أو مزعجة كذلك. يعني الزيادة مثلا للموظفين تتم بطريقة سنوية زيادة دورية، فأسوة بالموظفين المتقاعدين راح يحصلون على زيادتهم بطريقة سنوية. في نفس الوقت ضاعفنا المبلغ من معدل 10 بالسنة إلى 20 دينار إلى 20 دينار بالسنة. راعينا كذلك إن 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 المبالغ هذه اللي تروح للمتقاعدين، مبالغ الزيادة السنوية يعني يستفاد منها بأكثر من طريقة. ممكن تفتح أو فتحنا يعني في القانون فتح مجال كذلك في صندوق الادخار والاستثمار حتى للمتقاعدين هم يشاركون. يعني في متقاعدين صغار بالسن نسبيا يبي يعني يحسن وضع معاش التقاعدي، فممكن يشترك لي مثلا ل5 سنوات او ل10 سنوات، مو بالضروره طبعا ل20 او 30 سنة، وبعدها يحصل على على المبلغ الاضافي. حتى الاضافات والزيادات هذه عفوا ممكن توظف بطريقه ايجابيه جدا ومفيده جدا، يعني بمعنى اخر يعاد يعني استثمارها. المهم كذلك يعني ان الواحد يعني يتكلم عنه ان الزياده بشكل العام أتت بعد تلمس يعني حاجة المتقاعدين. ويعني آخر تعديل كان على موضوع الزيارات كان من حوالي 10 سنوات. صحيح. 10 سنوات ما تمت فيها أي زيارة فعلية غير 30 دينار هذه اللي هي كل 3 سنوات. الآن المنحة جزء منها وجزء من سببها كذلك يعني تغطية الفترة هذه كذلك، يعني منحة لمرة واحدة طبعا المتقاعدين، وان شاء الله يعني يكون في نوع من المساعده والتعويض عن فتره 10 سنوات هذه اللي ما كان فيها يعني زيادات.